اسباب تدهور نتائج النادي الاهلي في الفتره الاخيره هنتكلم عنها في الفيديو ده. قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا كده ان احنا نكمل، واعمل اشتراك في القناه علشان بيكم هنوصل ان شاء الله 10,000 مشترك، خلاص قربنا. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. النادي الاهلي في الفتره الاخيره شاهدنا بعد مباراه الزمالك والفوز على نادي الزمالك في القمه، الاهلي بيخسر من سموحه، الاهلي بيتعادل مع الجونه، الاهلي بيخسر من غزل المحله في المحله. طبعا لا تعيرني ولا عيلك، المحله طايلني وطايلك وطايلكم كمان. المحله اللي السنه دي في ملعبه كسب الزمالك، كسب الاهلي، تعادل مع بيراميدز، وتعادل مع الاسماعيلي، نتائج مهمه جدا للمحله اللي طبعا لازم نشيد بيهم ولازم نقول انه عملوا مباراه كويسه جدا، كانوا الاخطر، كانوا الاقوى، كان الاحسن من النادي الاهلي نفسه في المباراه، زي ما كانوا احسن في مباريات كتير جدا في الدوري، من ضمنها مباراه الزمالك بما انهم كسبوا، ومباراه بيراميدز بما انهم كانوا فايزين، وبعد كده بيراميدز تعادل وبعد كده كسبوا، وبعد كده هم قدروا ان هم يتعادلوا في الوقت القاتل مع نادي بيراميدز. في الحقيقه ان غزل المحله بيقدم كوره كويسه، مش كوره وحشه على حاجه، وعندهم اسلوب لعب وعندهم خطه بيطبقوها بشكل كويس جدا، وناجحين لحد الان وضامنين بشكل كبير جدا بقائهم في الدوري السنه الجايه، ومركزهم مركز متقدم، مش عارف تقريبا يا ثامن يا سابع او تاسع في الحدود دي. يعني غزل المحله ماشي بخطه ثابته وخطه كويسه في الدوري ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق في السنين اللي جايه، ونشوف غزل المحله زعيم الفلاحين اكتر واكتر في السنين اللي جايه واحسن ان شاء الله، ونبدا نشوف فريق من الفلاحين او من الفرق اللي يعني الفرق الجماهيريه تبدا تخش تاني وتنافس تاني. خلينا ما نتكلم عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي ليه خسر من نادي غزل المحله ومن سموحه وتعادل مع الجونه، او اسباب تدهور النادي الاهلي، او موسيماني السبب، اللعيبه السبب، الاداره السبب، الحكام السبب. طبعا نتكلم عن مباراه غزل المحله سريعا. غزل المحله الاهلي ما قدمش شيء يذكر يتحسب له، او نخلينا نقول ان النادي الاهلي كان يستحق حتى على الاقل التعادل. في الاهلي ليه ضربه جزاء واضحه وصريحه والحكم ظلم الاهلي فيها، كان في حاله طرد لمدافع نادي غزل المحله محمود فتح الله بعد التدخل القوي جدا على لاعب النادي الاهلي محمد شريف، وبرده الحكم تغاضى عنها، ومش هنعلق شماعتنا على الحكام في اللقطه دي. النادي الاهلي اكبر بكتير من كل ده، ولكن خلينا نقول ان النادي الاهلي ما لعبش كوره اصلا. النادي الاهلي ما لعبش كوره عشان نتكلم ونقول التحكيم، لا مش التحكيم. النادي الاهلي كان لا يستحق نقطه في مباراة غزل المحلة، وغزل المحلة هو كان هو اللي يستحق الثلاث نقط صراحة. الأهلي لو قدم كورة وكان في خطورة في الملعب وكان في حماس وروح الفانيلا وكمان رجالة في أرض الملعب بتأدي التسعين دقيقة وخسرنا، وكان في خطأين التحكيم دول، كنا قلنا النادي الأهلي قدم عليه، ولولا الخطأ التحكيمي كان النادي الأهلي تعادل أو كسب. ولكن خلينا نكون صراحة، النادي الأهلي ما قدمش حاجة في المباراة تذكر علشان نقول إن النادي الأهلي كان يستحق التعادل على الأقل، يعني التعادل كان هيبقى مش عادل أصلا في المباراة دي ولا الفوز. فغزل المحلة استحق الفوز، أه استحق الفوز، النادي الأهلي ما عملش حاجة. نيجي نتكلم ده يعني الكلام ده بالنسبة للعيبة اللي في الملعب. المدرب اللي على الخط بدأ بشكل خاطئ، بادئ بلاعب باك يمين باك شمال، وعنده يعني انت خلاص وقفت الجبهه دي تماما، في حلول تانية، يعني في حلول هنرمي مثلا صانع الالعاب في الحته دي، هنرمي لاعب معين هو يزيد في الحته دي، بما ان كده كده الباك الشمال مش هيطلع. فلكن ان انت بدات غلط واللعيبه ما كانتش بالفورمه، يعني انت تتخيل ان النادي الاهلي كان 90 دقيقه اللاعب الوحيد اللي كان بيلعب بحماس ورجوله وكل حاجه في الملعب كان هو اليو ديانج. ف يعني اليو ديانج اللاعب الوحيد اللي كان تقريبا فايق، يعني قفشه مش فايق ما تكلمنيش روح وقتال وجاب الكوره من على خط الجون وانقذ هدف محقق، ما هي لو كانت جت جون ما كانش هيفرق حاجه، ولما انقذها برضه ما فرقتش حاجه. وبعدين لما نيجي نتكلم هو اصلا كان راجع ومعرفش هو يعني الكوره اللاعب عدت منه ومفيش ضغط اصلا منه، والمفروض كان ياخد الكره هو مش اللاعب اللي ياخدها، يعني كل دي ترقمات لحد ما طلع الكره مع خط الجون في الاخر يشكر ان هو عامل المجهود. ولكن فين واجبك الهجومي؟ يعني فين الهجوم؟ هجوم انت قفشه صانع العاب النادي الاهلي، فين الهجوم بتاعك؟ فين كده 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 فين الشوط ده؟ انت يعني على ما بتلف بالكره يعني هتحس ان محمد مجدي قفشه الدنجل بتاعه ضيق، بياخد الملفات على الواسع يعني ماشي، فعلى ما بيلف لازم ياخد الكره في مراحل بتحصل لما الكره تبقى في رجل قفشه، خاصه في مثل غزل المحله. يعني كان في مراحل بتحصل علشان قفشه يلف بالكوره من لما يستلم الكره بظهره علشان يلف يبقى بوشه على دفاع نادي غزل المحله او اي فريق تاني. يعني عموما بنحتاج مراحل، يعني في 3 4 5 6 خطوات كده على ما قفشه بيلف، الدنجل بتاعه ضيق، فقفشه ما كانش هو قفشه تمام.
خلينا بقى نتكلم بيتسو موسيماني، يعني ايه نادي الاهلي 90 دقيقة كرة بنستلمها بنعلق، كرة بنستلمها بنعلق، وهكذا بقى طول الماتش. ماشي، كمية بساط خطأ في المباراة لا تعد ولا تحصى، وخاصة الكابتن حسين الشحات. حسين الشحات اللي مش عارف يعمل باصتين ورا بعض، صح، حسين الشحات اللي مش عارف يرفع اوفر واحد، صح، حسين الشحات. نخلص بقى من موضة راجع نفسك يا كابتن، محتاج تراجع نفسك، محتاج تراجع نفسك. الموضة ديت ما بنسمعهاش غير عندنا في النادي الاهلي ولحسين الشحات تقريبا، بس يعني حسين الشحات وكهربا، بس كهربا هيراجع نفسه على ايه؟ كهربا كده كده منتهي اكس باير، يعني احنا عندنا كهربا اكس باير، عندنا حسين الشحات بقى اكس باير هو كمان، او هو اكس باير اصلا بقى له فترة. فبتتكلم ان انت اصلا دغري الاهلي من ساعة جونيور اجاي ما اتصاب، وعلي معلول اتصاب، فقدنا الناحية الشمال أصلا مش موجودة، والناحية اليمين ما كانتش موجودة، فأنت دلوقتي فقدت الناحيتين، فبقى ما فيش عندك المتنفس اللي يطلعك. كانت الناحية الشمال شغالة بوجود أجاي وعلي معلول، ولو حد فيهم غاب التاني كان بيسد الصراحة مع أي حد موجود، فكانت الدنيا بتمشي. دلوقتي لا في الاتنين موجودين، فالناحية الشمال وقفت، فالناحية اليمين كمان كانت واقفة، فما عادش لا شمال ولا يمين، فبقيت بتعتمد على الكورة الطويلة اللي محمد شريف بيصطاد لك فيها الكورة بسرعته ويحط لك هدف، يحسم لك ماتش، ماتش تاني يعني هجمة تبقى كرة عرضية يحطها. كل دي يعني تفاصيل بسيطة ممكن النادي الأهلي يبني عليها، ولكن مش دي طريقة النادي الأهلي. النادي الأهلي من إمتى بنلعب الكرة اللونج باس؟ يعني النادي الأهلي من إمتى بيلعب اللونج باس؟ ولما نلعب اللونج باس تبقى جملة ماشي في الماتش، فريق متكتل أو فريق مثلا مقفل على مفاتيحك صح، فأنت بتختار مثلا حل تاني. يعني مش هيبقى طول الماتش اللونج باص، وخاصة لما يكون قلبين دفاع الفريق المنافس أقوياء في الكورة العالية والالتحامات، وراس الحربة بتاعك مش راس ماله ولا أكل عيشه الالتحامات في الكورة العالية. يعني محمد شريف في الكورة العالية ضعيف جدا، محمد أنت النادي الأهلي أصلا في الكورة العالية ضعيف جدا. النادي الأهلي من 30 هدف أو 32 هدف في الدوري جاب 2 بس بالرأسيات، يعني بتتكلم إزاي لما يبقى أنت جايب هدفين بس بضربات الرأس؟ يعني ما عندكش حد بيلعب ضربات رأس عدل، ومشاكلك الدفاعية كلها في ضربات الرأس، يعني برضو مفيش عندك لا في قرانين ولا في الفاولات ولا في اي حاجة عندك لاعب يقدر ان هو يحسم لك اي كرة ضربات الرأس، وعندك مشاكل كبيرة جدا في الكرات الهوائية. يعني نيجي نتكلم في ماتش الزمالك، النادي الاهلي محمود علاء طلع في الكرة اللي هي طلعها على لطفي المرة الاولانية، طلع خد الكرة، المرة التانية طلع خد الكرة ومفيش حد اتكلم معاه ولا قال له انت بكام اصلا. بنتكلم برضه في ماتش الجونة هدف محمد نجيب نفس الشيء، بنتكلم في ماتشات مثلا ماتش سموحه برضه كانت كره عرضيه الهدف الاول، بنتكلم ماتشات كتير النادي الاهلي بيجي فيه اهداف بنفس الطريقه، كره عاليه بتشكل خطوره على النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني لولا تالق مثلا الحراس فبنشوف كنا هنشوف كوارث. فانت ما عندكش حد ياخد الكره العاليه، مروان محسن بره يعني كل فكره عن الكره، يعني مروان محسن كل فكره عن الكره ان هو يسند، مفيش حاجة اسمها طمع، مفيش حاجة اسمها ان انا احط على الجون، مفيش حاجة اسمها ان انا استلم لنفسي واحط جون، لا انا سنيد جاي اسند بس. فمن امتى النادي الاهلي بيلعب الكرة دي؟ قلنا ان الكرة دي تبقى حل من ضمن الحلول اللي موجودة اثناء الماتش، بس انت عندك جمل، في جمل بتحصل في الملعب بتخليك يبقى عندك شكل، يبقى موسيماني يتحمل، موسيماني يتحمل 50% من الاداء السيء اللي فيه النادي الاهلي حاليا يتحمله بيتسو موسيماني في ادارته السيئه للمباراه. بعدين حسين الشحات يعني لو ماسك عليك سيديهات وصور مش هتسيبه ال 90 دقيقه في الملعب وهو بالسوء ده، يعني كان ممكن تغيره باي حد، اي حد قاعد جنبك على الدكه ينزل يعمل اللي بيعمله حسين الشحات، ويمكن احسن مش هيباصي كل الباصات الغلط ده، انت لو نزلت باك ولعبته في الحته دي كان هيعمل اي حاجه خلاف اللي حسين الشحات بيعملها. فانت يعني حطيتنا في موقف ان حسين الشحات مش عارف يباصي باصتين صح ولا يرفع اوفر صح، ادي حسين الشحات سايبه في الملعب ليه؟ الله اعلم، وده خطا من بيتسو موسيماني. ده بالنسبه لبيتسو موسيماني، اداره خطا، تشكيل خطا، تغييرات معظمها خطا، وكمان صبر على لعيبه في اوقات غريبه وانت بتلعب على كره معينه ما انتش حاطط الناس العناصر اللي هي ممكن تقدر تخلص لك الكره دي اللي هي الكره العاليه وانت ما عندكش. لو انت بقى مصمم على الكره العاليه مشيت بادجي ليه؟ بما انك انت هتلعب تعتمد في طريقه لعبك على الكره العاليه، بادجي ده كان عمود إنارة واقف في الكور العالية كلها بتاعته، فكان ممكن يفيدك لو كان هيبقى أسلوبك ولعبك ده أحسن من ولتر بوالي، إن أنت جبته حطيته تحت ضغط حرقته كرويا وشطبت عليه وخلصت عليه من بدري بدري. ربنا يستر ماتش الزمالك وصن داونز. اللعيبة بقى عليها طبعا 30% من الأداء السيء اللي موجود، وفي 20% تقريبا يعني إصابات وإجهاد للعيبة. هنقول ليه إصابات؟ لأن أنت لما تفقد بدر بانون بتفقد ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني بيروح ويرجع، فده خط الدفاع كامل النادي الاهلي بيفقده في اخر 5 6 مباريات، ما خط الدفاع كامل.
ماشي. نص الملعب حمدي فتحي بتفقده، اطلع قدام شوية جونيور اجاييه، فانت فاقد برضو جونيور اجاييه. عندك برضو كهربا مش موجود، او حتى لو موجود مفيش منه فايدة. بنتكلم في ناصر ماهر اللي هو المفروض جاي يريح قفشة، مش موجود، فقفشة عليه ضغط. فبنتكلم برضو عن وليد سليمان لسه راجع من اصابة. بنتكلم عن مثلا محمد شريف على ضغط مباريات بسبب ان ملوش بديل، فبدأ يحس باجهاد. فبنتكلم ان ضغط المباريات هو السبب برضه بشكل كبير جدا، والاجهاد سبب في الاصابات، والاصابات تتحمل جزء مش قليل من المستوى اللي احنا وصلنا له. بنتكلم في 20% اصابات واجهاد، 30% لاعبين، 50% موسيماني اللي مش عارف ايه يعني يطلع حلول لينا في الماتشات اللي فاتت. النادي الاهلي بيقدم اسوأ فتراته مع بيتسو موسيماني حاليا، عليه ان هو يطور من اداءه، عليه ان هو يطلع علينا من تحت عناصر الشباب عشان يدعم الفريق بشكل اقوى، يدي فرص للناس، نشوف لعيبه تانية، نشوف عناصر، نشوف خطط لعب تانية مختلفه عن اللي هو بيعمله، عشان نشوف النادي الاهلي احسن حال قدام الفرق اللي جايه. الاهلي اللي داخل على مباراه الاتحاد طبعا، ومباراه الزمالك بعدها، وبعد كده صن داونز. ربنا يستر. كانت حلقه النهارده، لو اول مره تصلنا في القناه انزل اشترك في القناه، فعل جرس الاسئله كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.